السفيرة الأمريكية غردت في تدوينة على منصة إكس بأن الحوار الأمني بين العراق والولايات المتحدة سوف يبدأ اليوم في العاصمة الأمريكية واشنطن. باعتقادك، هل سوف يتم حسم مستقبل وجود التحالف الدولي في العراق في هذه الجولة تحديدا أم لا؟ نعم عادل، تحية طيبة لكم ولمشاهدي قناتكم الكريمة. يعني عادل، يعني هذه الجولة هي جاءت على يعني على أثر جولات متعددة ومتناوبة بين بغداد وواشنطن، على أثرها تم استحداث يعني لجنة تفاوضية رفيعة المستوى من ضباط يعني يعون عمليا المخاطر والمخاوف والاحتياجات وعدم الاحتياج إزاء التواجد يعني الفيلق المستشارين المتواجد على الأراضي العراقية. لذلك أعتقد أن هذه الجولة قطعا هي لن تكون حاسمة، بقدر ما ستكون جولة تكميلية لما تم بدءه في بغداد ويعني أيضا في واشنطن. أعتقد أن يعني وضع اللمسات الأخيرة يستدعي أخذ مدة أطول، بمعنى أن هناك ترتيبات ولمسات يجري وضعها باتجاه يعني عدم إحداث فراغ أمني في العراق. طبعا العراق الآن بات غير محتاج إلى قوات مشاة برية وإلى قوات قتالية وإلى قوات تعبوية ميدانية على حد سواء. نعم يحتاج إلى دعم لوجستي، تسليحي، تجهيزي، تطويري، تدريبي، ضربات جوية، معلومات فنية، معلومات استخبارية، الاستعانة بالتقنية والتكنولوجيا والمعدات للتحالف الدولي. لكن هل يحتاج إلى عديد قوات؟ قطعا لا يحتاج، ذلك بفضل وجود بضع مئات الآلاف من أفراد الأجهزة الأمنية، سواء كان في وزارة الدفاع أو جهاز مكافحة الإرهاب أو في وزارة الداخلية أو القطاعات الموازية والمرابطة والداعمة لهذه القطاعات. لذلك العراق سائر باتجاه الاعتماد على نفسه أمنيا واستخباريا، لكنه يبقى يحتاج إلى الدعم التسليحي والتجهيزي.